شغلها متعبة؟ شغلنا متعبة جدا. متعبة بصراحة، متعبة يعني، والحمد لله يعني كتير دفعت الثمن كتير فيها يعني بصراحة الحمد لله. ليه دفعت الثمن؟ يعني ليه دايما راجل بيحاول ينجح ويحاول يجتهد وبيحاول يشتغل ودايما السمعة الطيبة ليك بين اللاعبين وبين الأوساط الرياضية، ليه دايما المشوار ما بيكملش؟ مش ده، هي مش أول مرة. أنا طبعا بحب أشتغل بإخلاص، ده نمرة واحد. يعني نمرة اتنين يعني بشتغل بجدية جدا، براعي ضميري. يعني لو أقول لك يا أستاذ كريم، لما أجي مثل بصمم شغلي أو بصمم واحدة تدريبية كراجل في المقام الأول، يعني مدرب من زمان، أستاذ في الجامعة أصلا، يعني أستاذ في كلية التربية الرياضية اللي هي المانا، ومحاضر برضه في الاتحاد الأفريقي. فبعمل التدريب بتاعي مقنن ومظبط وبذاكر لكل لعيب. يعني لما بعمل واحدة تدريبية، حد ممكن يستغرب من السادة المدربين، بقعد بتاع حوالي 4 ساعات أو 5 ساعات عشان أصمم واحدة تدريبية مع الهدف اللي انا حاطه الاولاني، مش وانا قاعد على السرير في البيت ببعتها كده للمدرب المساعد اشتغل عادي وخلاص. ده انا اقعد مثلا كريم النهارده مثلا في شغل معين 4-2، انا مثلا كريم بيلعب باك رايت، اجيب جنبك السيرد باك اللي جنبك، واجيب الهاف اللي قدامك، واجيب الكلام ده في الراندو في 4-2 على اساس حتى يفهموا خطوات رجليهم مع بعض. هايل. وانا بشتغل هايل، فبعمل بقعد تقعد طبعا تعصر دماغك وتصمم، لدرجه ببقى حافظ كل اللعيبه، يعني حافظ كل اللعيبه، نازل عارف التمرين ايه. الساده المدربين اللي معايا طبعا بجيبهم وبقعد في الاوضه وبقول لهم انا التمرين النهارده، بروح قبل التمرين بساعه. الوحده التدريبيه بتاعتي عباره عن 1 2 3 4، الجزء الاولاني هنقوم بالاحماء بكذا، حضرتك هتبقى واقف عند المجموعه دي وحضرتك واقف عند المجموعه الثانيه. وكان معايا بصراحه واحد مخلص جدا جدا جدا، انا بشكره من مبارك الاعلامي، كابتن محمد معوض طبعا، اللي هو مدرب اللي كان معايا، المدرب العام اللي انا جبته معايا من بورسعيد. ودي برضو تعلمك حاجه، لما تروح اي نادي انت بالنسبه لك لازم تاخد جهازك كله بالكامل 100% بصراحه، عشان يبقى في تفاهم، عشان يبقى في تفاهم. طب وانت كان معاك جهازك بالكامل؟ انا كان معايا كابتن محمد معوض بس، وكان معايا 2 من الداخليه، الاخ هاني عبد الباقي وزيكا اللي كان بيلعب في المقاولين طبعا، ده برضو من الناس المحترمين جدا وليه حاجات كويسه قوي. انما كان يؤخذ على شويه برضو حاجات كده افراد، الله اعلم، ناس كلها محترمه وكل حاجه. يعني امبارح انا مثلا الناس كنت بتمنى لهم كل الخير بصراحه، مشيت من نادي كنت بتمنى كل الخير، لما اتفاجئ برضو ان يقول لك اصل تغيير من جهاز لجهاز. لا، مش تغيير من جهاز لجهاز، انا استقلت بمحض ارادتي. انا استقلت وانا في كامل قوايا العقليه بامانه زي ما بيتقال، لم يتم اقالتي، يعني لم يتم اقالتي، والطلب مني كده. لان هو اشكر برضو حاجه من خلال منبرك، بشكر طبعا مجلس اداره الداخليه كله متمثله في اللي هو عثمان دسوقي طبعا، الشخصيات المحترمه، راجل محترم طبعا، ومن الشخصيات المحترمه وبيحب النادي بصراحه. يعني اول ما تعاقدت معاه راجل هو حتى كلمني قال لي انا شفت حاجات شغل زي ما انا قلت لك قبل كده يا استاذ كريم، اي حد بيعرف يشتغل، قال انا شفت شغل كويس جدا وبشتغل بايديا، مش المساعدين بتوعي، لا المساعدين بتوعي بشتغل زي ما كنت في النادي المصري. كان معايا الكابتن احمد الكاس وكابتن طارق السيد، وحاولت اجيب الجهاز بس الوضع المادي بتاع الداخليه ما سمحش ان تجيب الاسماء دي، لا يتناسب ان انت تجيب الاسماء دي. صحيح بصراحه، صحيح. فالاسماء دي انا ارتبطوا بيها والحمد لله، ربنا وفقهم، اللي مسك منتخب مصر صحيح كابتن طارق السيد طبعا، ببارك له، الكابتن احمد الكاس، الكابتن طارق السيد، من الشخصيات المحترمه جدا. صحيح. وكان على اتصال معايا وهم يشهدوا الحمد لله، كناس لعيبه دوليين واشتغلوا مدربين كبير. انا يكفينا الشرف اللي هم يعني اشادوا بكفاءه الواحد بالشغل من خلاله معايا، لان كانوا برضو محترمين، وانا والكابتن خالد عبد الله برضو ما انساش ان اشكره مدرب الاجوان. فكان معايا الجهاز بتاعي كابتن معوض، معيش مدرب احمد، معيش محلل اداء، كنت بساعد برضو من خلال عملي ومن خلال ثقافتي العلميه، بس مش ودي بقت حاجات مهمه جدا. زمان كان ممكن تبقى حاجات شكليه او تكميليه، لكن دلوقتي بقت اساس في الجهاز الفني، اساسيات، ما ينفعش تبقاش موجود، اساسيات، اساسيات. صحيح. جدا يعني انا يعني زمان كنت بقول قبل كده ابني الدكتور احمد محلل اداء في الجونه، وكان في الداخليه السنه اللي فاتت. هايل. وطبعا انت عارف الداخليه كل سنه تملى حته اللي هي المهدده والكلام ده. برضو هنا الكابتن علاء عبد العال عمل انجاز كبير، هو جهازه الفني ممتاز بصراحه، انجاز غير عادي، يعني يعتبر احصل على بطوله الدوري بس هو البقاء الموسم بس كان معاه سكواد كويس قوي، صح، كان معاه 19 لعيب